الملك ساكنة الجهة وعزم جلالته على تمكينهم من حياة كريمة انطلاقا من مواصلة مسلسل الإصلاحات لتحقيق النماء والبناء والتقدم وتعزيز خيار التنمية البشرية في إطار الاهتمام بالعنصر البشري. هذه الزيارة الميمونة التي يقوم بها أمير المؤمنين وحامي حمل ملة ودين جلالة الملك محمد بن السادس أبدى الله ملكه وخلد في الصالحات ذكره، والذي ترك هذا الشعب وجعله جنة خضراء عزه الله ونصره. ساكنة مدينة العيون بجميع مكوناتها المجتمعية كمنتخبين كشيوخ قبائل كمجتمع مدني كنساء كشباب كرجال كجميع شرائح، نبارك هذه الزيارة الميمونة. الزيارة الملكية الميمونة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نسأل الله، تنتظرها ساكنة الصحراء بفارغ الصبر وتعتبرها مسيرة خضراء جديدة للدخول في القرن 21. نرحب أيما ترحاب بغداد بصاحب جلالة المهابة، ونعلنها صراحة أن الصحراء المغربية إلى أن يأتي وعد الله أحب من أحب وكره من كره ورغم محاولات جميع الأعداء. زيارة ملكية تجسد مدى الارتباط الوثيق للقبائل وسكان الصحراء بعرش المملكة، زيارة للترحيب والاحتفال بالذكرى 40 للمسيرة الخضراء من مسيرة التحرير إلى مسيرة البناء والتقدم والإصلاح. بالختام إليكم تذكير عيون ساقطة